Good morning, everybody. Today we are going to take our vision about English now for grade 5. The first question to assure. My father will space some potatoes. Okay. احنا عندنا هنا هو سنة 5 some potatoes. قلنا potatoes دي ممكن استخدم معها fry, ممكن استخدم معها beer, ممكن استخدم معها mash. Any verb من الافعال بتاعتنا. وانا عندي will, يبقى انا لازم احط الفيرب بتاعي infinitive. يبقى اخد ايه؟ اخد الفيرب بيل. اوكي اتفقنا مع بعض. ينفع ماش وينفع فراد. نمبر 2, علي broke the window while space, وعندي بيقول لي استخدمي الفيرب بلاي. اوكي احنا هنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي قاعده اسمها وايل. مالها وايل ديت؟ قلنا وايل لازم يجي وراها ذا باست كونتينوس. اوكي كده هو. يبقى انا هستخدم كلمه بلاي واعمل بيها جمله ان ذا باست كونتينوس. هنا هو بيقول لي ايه؟ علي. مين؟ علي بروك ذا ويندو. يبقى مين اللي عمل؟ فين السبجكت بتاعي؟ علي. وهنا هو وايل. حد تاني هيلعب غير علي اللي كسر الزجاج؟ لا. اللي كسر الشباك؟ لا. يبقى احنا دلوقتي هقول هي. وقلنا ان باست كونتينوس دوت هيجي ايه؟ قلنا لازم يجي وراه فيرب تو بي ان ذا باست. مين الفيرب تو بي اللي هيجي مع ايه؟ هيبقى ووز. ووز ايه؟ ووز بلاي. واتفقنا مع بعض ان هنا هو طالما انا عندي ووز يبقى الفيرب بتاعي بلس اي ان جي. يبقى هقول هي ووز بلاينج. اوكي؟ علي بروك ذا ويندو وايل هي ووز بلاينج. خدوا بال معانا كده هو. احنا اتفقنا مع بعض ان الجمله الاولانيه هيجي فيها ممكن يجي فيها ناون وممكن يجي فيها بروناون, لكن الجمله الثانيه بتاعتي لازم يجي فيها ضمير وما ينفعش يجي فيها حاجه ثانيه طالما انا بتكلم عن شخص واحد. عشان احنا اتفقنا مع بعض ان وايل هتربط ما بين جملتين, يبقى الجمله الثانيه طالما بتكلم عن نفس الشخص يجيني ضمير. خلاص. اثير ماله بروك واعمل سبيس ذا اوفيس. اوكي ثيف هنا هو هقول بروك ايه؟ هقول له بروك ايه؟ قلنا ثيف بروك ان او انتو. قلنا بروك ان ايكوال تو بروك انتو, الاثنين واحد. خلاص كده. نمبر 4, ذا دكتور تولد هير. دكتور عمل ايه؟ تولد هير. تولد هير وات؟ درينك ماتش كولا. تفتكروا كده هو الدكتور هيقول لها تو درينك ماتش كولا اور نوت تو درينك؟ لا, عشان بيقول لي درينك ماتش كولا يبقى انا هقول له نوت تو. ايه ده الجمله دي بتتكلم على ايه؟ دي بتتكلم على الاندايركت سبيتش. قلنا جمله بتتكلم معايا عن الكلام غير المباشر, يا اما هكتب كلامي تو درينك ماتش كولا طبعا الدكتور مش ممكن يقولها كده, يا اما اقول نوت تو درينك ماتش كولا. اوكي. نمبر 5, هي اندد هيز فرندشيب. ايه؟ اندد هيز فرندشيب كي with هاني. طيب بيقول لي عايز مني ايه؟ يوز ا براذر فيرب. ايه براذر فيرب دوت؟ احنا قلنا احنا عندنا الترم دوت براذر فيرب واحد بس. مين هو؟ الفيرب بريك. وقلنا عن ايه براذر فيرب؟ قلنا الفيرب بتاعنا لما يجي وراه بروبوزيشن هيغير معناه خالص. طب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي فرندشيب. يبقى انا هاخد بروك. بروك مين؟ قال لي يبقى انا هاخد بروك اب. اشمعنى؟ عشان انا لقيت هنا هو كلمه فرينشيب علاقه صداقه. طب يا ميس استني, احنا ليه خليناه بروك ان ذا باست ما خلناهوش ان ذا بريزنت؟ عشان انا عندي نوت الفيرب اندد ان ذا باست سمبل تنس. يبقى انا هاخد بالي ان انا لو لقيت الفيرب بتاعي ان ذا باست هاخد الفيرب بروك ان ذا باست. نمبر 6, he was calm the leader when he fell down. عايز ايه؟ بيقول لي correct. كي ايه ده؟ انا عندي مين؟ انا عندي verb to be in the past. يبقى انا اتفقنا مع بعض لازم لما احط الverb to be لازم احط وراه verb plus ing. يعني معنى كده ان الverb calm هخليه climbing, هزود عليه ing, هتبقى he was climbing the leader when he fell down. Number 7, yesterday I sleep early. مطلوب مني correct. ايه دي؟ yesterday دي كي ورد زمن الباست سمبل. اوكي يبقى انا هنا هوت هقول I sleep no, هخليها in the past واخليها sleep عشان دوت irregular verb. اوكي. another question, rewrite.
اوكي بيقول لي ايه the light what the light went out اوكي we were having lunch use while اوكي ده ايه ده طالب مني while جميل احنا قلنا ان while دي اداه بتربط ما بين جملتين انا هستخدمها قلنا ممكن نحطها في اول الكلام بتاعنا خالص وممكن نحطها في النص تربط ما بين الجملتين احنا المره دي هنحطها في الاول هقول له while ايه ده طب احنا حطينا اداه الربط بتاعتنا اتفقنا ان وايل دي هتيجي وراها ايه يجي وراها باست كونتينوس فين الجمله اللي فيها باست كونتينوس اه وي وير هافينج لانش يبقى هقول له وايل وي وير هافينج لانش ها قلنا خلصنا الجمله قلنا نحط بعدها كومه طالما احنا حطينا اداه الربط بتاعتنا اللي هي واي في اول الكلام يبقى لازم بعد الجمله الاولى نحط كومه بعدين نكمل the light went out حد يقول لي يا مستر ما انا ممكن احطها في النص اه لو انا حطيتها في النص هقول له ايه هقول له the light went out while we were having lunch اهم شيء يا سنه خمسه ان واي لما تيجي عندي لازم الجمله اللي تيجي وراها in the past continuous اوكي نمبر 2 I arrived at the party the children were singing عايز ايه I'll use when اوكي مين الكلمه اللي عندي when قلنا شبه قاعده وايل بالظبط الفرق في الجمله اللي هتيجي وراها طيب المره دي احنا هنحط وين في النص احنا اتفقنا مع بعض ان وين دي هتيجي وراها ايه يجي وراها باست سيمبل فين الجمله اللي فيها باست سيمبل اي ارايفد ات ذا بارتي عرفنا منين قلنا ان الباست سيمبل دوت يا اما فيرب يجي بلس دي اور اي دي اور اي دي او ان انا اجيب الريجولار فيرب يبقى انا وين هحطها في النص واجيب وراها اي ارايفد ات ذا بارتي يبقى ابدا بايه اه يبقى هقول له ازاي children where singing when حط كومة لا احنا حطينا اداة الربط بتاعتنا في النص يبقى مش هحط كومة واحط another sentence يبقى اقول when I arrived at the party ميس طب انا ممكن احطها في اول الكلام اه هقول له ايه هقول له when I arrived at the party comma the children were singing اوكي نمبر 3 علي's mother said to Ali stop watching TV and do your homework اوكي طالب مني ايه؟ قال لي change into indirect اه سنه خمسه قلنا change into indirect عندنا قواعد كده لازم نمشي عليها الاول احنا اتفقنا مع بعض ان الاسامي اللي عندنا اللي بره الجمله انا ماليش دعوه بيها انا هسيبها له ازاي؟ ما هي مش هاجي جنبها في اي حاجه قال لي عايز مازر فانا هنزلها له عايز مازر اه عندي ايه قال لي ده انا عندي set to واتفقنا مع بعض ان set to لما اجي احولها لindirect speech هخليها told told مين قال لي told I يبقى انا سبت الاسامي اللي بره زي ما هي ما جتش جنبها كل انا عملته شلت كلمه set to وحولتها لكلمه told اوكي بعد كده لقيت ايه لقيت براكتس وكوما هعمل فيهم ايه تعالى كده نشوف مع بعض احنا اتفقنا ان احنا لو لقينا براكتس وكوما هشيلهم هما الاثنين واحط بدلهم تو بس بشرط واحد ايه هو اتاكد يا سنه خمسة ان جاي وراهم على طول فيرب انفينيتيف لو ما كانش جاي وراهم فيرب انفينيتيف يبقى احنا نوقف كده نستنى شويه قال لي ايه تو ستوب تو ستوب وات هكمل بقيه الكلام بتاعي عادي To stop watching TV okay. and oh لازم نقف بقى هنا ايه يا ميس قال لي في اند وراها مين قال لي وراها فيرب فيرب تاني يا سنه خمسه اه طالما انا لقيت فيرب في المصدر بعد كلمه اند يبقى ما ينفعش احط اند على طول امال هعمل ايه خليها اند تو ايه دو يبقى انا دلوقتي لو لقيت الفيرب بتاعي بعد كلمة and مش هحطه على طول هحط قبليه كلمة to and to do what
ده انا عندي بروسيس بروناون، ده انا عندي هنا ضمير، وضمير ايه؟ ضمير ملكيه. يبقى انا لازم اروح اشوف الضمير دوت عايد على مين. ده بتقول له عليس ماذر، تقول ده علي، تقول ده علي، تقول لعلي، بتقول له علي ايه؟ ستوب واتشنج تي في اند تو دو دو وات دو يور هوم ورك. مامته كانت بتقول له يور هوم ورك. طب انا لما هتكلم عنه نو هقول هيز هوم ورك. وكده الجملة بتاعتي تكون خلصت. نمبر 4 فاذر سيت دونت بلاي ويز ماتشز منى كي يو ستول. كي سنة 5 احنا اتفقنا مع بعض يو ستول يعني معناها بيقول لي تشينج انتو اندايركت، واتفقنا مع بعض تشينج انتو اندايركت هسيب الاسامي اللي بره الاقواس زي ما هي. يبقى انا انزل كلمة فاذر زي ما هي. فاذر، فاذر ماله؟ قال لي سيد. لا احنا اتفقنا ميس ان سيدو هي اللي بنحولها لطول. لا كمان يا سنة 5 ان كلمة سيد انا هحولها هي كمان لطول. في حاجة بقى ايه هي؟ هنا كلمة طول ده عندي الفيرب بتاعي طول. طب انا لازم احط وراه يا اما اسم يا اما ضمير. مش لاقي يا ميس. لا تعالى كده نبص في الجملة بتاعتنا اخر حاجة خالص. كان بابا بيكلم مين؟ كان بيكلم منى. يبقى اقول فاذر تولد منى. كي. بعدين لقيت براكتس بتوعي والكومة وكلمة دونت. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا لو لقينا البراكتس وفيرب انفينيتيف يبقى انا هحط تو على طول. لكن ده انا لا، ده انا لقيت دونت قبل ما احط الفيرب بتاعي. يبقى انا بدل ما اخليها تو خليها نوت تو. نوت تو وات؟ هقول له بلاي ويز ماتشز ومنى. لا خلاص احنا جبنا منى طلعناها في الاول عشان نحطها بعد الفيرب تول. ها اخر سؤال معايا بيقول لي ايه؟ سبلايز ا ميسنج بارتس ان ذا فولوينج دايالوجز. بيقول لي ايه؟ ما بين ايه وبي. ار يو هانجري؟ ميس هتجاوب بقول له نو. لا لازم نكون الكلام بتاعنا لحد الاخر. بيقول له وات دو يو وانت تو ايت. يبقى معنى كده هو ان هو ايه؟ فعلا هانجري. بقول له ار يو هانجري؟ يبقى ايه؟ هقول له يس ايه؟ اتفقنا مع بعض يس تحط وراها كوما. وهنا عندي ار يو، لما انا هاجي اجيبها في الاجابه يو اتفقنا مع بعض في الاجابه بتبقى اي. هقول اي ار نو ار يام بقت يس اي. وات دو يو وانت تو ايت؟ وات دو يو وانت تو ايت؟ احنا اتفقنا مع بعض انا عشان اجاوب على السؤال بتاعي هكنسل كلمه وات وهكنسل كويشن مارك بتاعتي. طب ودو؟ اتفقنا ان هي هيلبنج فور مش بحتاجه غير ان انا احدد بيه بس الزمن بتاع الجمله بتاعتي. يو لما اجي اجاوب بيها هتبقى اي. اي وات؟ اي وانت انفينيتيف زي ما هي عشان في دو. اي وانت تو ايت. اي وانت تو ايت وات؟ اني ثينج. اي وانت تو ايت فيش بيتزا. اوكي بيتزا. اي وانت تو ايت اي حاجه سنه 5 اي حاجه انت عايز تكتبها. طيب سألني سؤال بعدين قال لي ايه؟ يس اي وانت تو درينك اورانج جوس. ايه ده؟ ده عندي كلمه يس yes. يبقى انا دلوقتي مطلوب مني ان انا احط سؤال هجاوب عليه بكلمه يس yes. طب احنا هنسال بايه؟ تعالى كده نخش كده نشوف الفيرب بتاعنا وانت انفينيتيف. يبقى انا اساله بكلمه دو. دو وات؟ سبجكت بتاعي يو. دو يو وانت تو drink؟ اسكت لحد كده؟ لا كمل بقيه الجمله بتاعتك. Do you want to drink orange juice؟ فقال لي yes I want to drink orange juice. اوكي بعد كده بيقول لي ايه؟ let's eat together. Let's eat together. انا عندي كذا اجابه. هنا هو بيقول لي بدا بكلمه ليتس يعني بيقترح عليا. ممكن اقول له ذاتس ا جود ايديا. ممكن اقول له اوكي. اي واحده فيهم صح. ذاتس ا جود ايديا. ينفع اقول اوكي؟ ينفع اقول اوكي.